السلام عليكم يا سنة تانية، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم ليلى عمرو، زميلتكم في الفرقة الرابعة. كنا شرحنا قبل كده اول جزء شابتر الفيميل ريبرودكتيف سيستم. ان شاء الله النهاردة هنكمل الجزء التاني. هندعي الدعاء ده: اللهم اني اسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فهمني كما فهمتها سليمان، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. نجدد نيتنا ونفتكر ان احنا الوقت ده ربنا بيدينا ثواب عليه، وان احنا ان شاء الله هنحاول نستفيد بيه عشان ننقذ حياة انسان. في المحاضرة النهاردة هنتكلم عن حاجتين. أول حاجة الـ Stereogenic Functions of the Ovary، الوظائف بتاعة الأوفري اللي بيعملها وهو بيصنع الهرمونز يعني. تاني حاجة الـ Hormonal Control of the Ovarian Functions، فكرة إن الأوفري وهو بيصنع الهرمونات دي إيه الحاجة اللي بتتحكم فيه. اول حاجه بقى هنبدا بيها اللي هي الاستروجينيك فانكشنز اوف ذا اوفري. بيقول عندنا ان الاوفري بيصنع استرويد هرمونز. قبل كده كنا قسمنا الهرمونات ان هي بتتقسم لكذا نوع، اللي هي البروتين والاسترويدز والتقسيمه دي. فاحنا بيقول عندنا ان الاوفري الهرمونات اللي بيطلعها دي بتبقى عباره عن استرويد هرمونز، تمام؟ في هرمونات من اللي بيطلعها الاوفري بتبقى اللي هي تبع الفيميل سكس هرمونز، وكنا اتكلمنا عنهم في المحاضرة اللي فاتت، اللي هما الاستروجين والبروجستيرون. في هرمونات تانية بيطلعها الاوفري استرويد هرمونز تانية برضو، بس مش بتبقى تبع الفيميل سكس هرمونز، شبه الانهيبين والاكتيفين والريلاكسين. وبيطلع كميات قليلة من الاندروجين كمان، تمام؟ هنتكلم عن كل حاجة فيهم بالتفصيل دلوقتي. اول حاجة الاستروجين. هنتكلم عن هرمون الاستروجين دلوقتي. قبل ما نقول الترمينولوجي بتاعته وهو ليه اسمه كده، هفكركم بس بحاجة صغيرة تبع المحاضرة اللي فاتت. لما كنا جينا نشرح اليوترين سايكل، اليوترين سايكل كنا قايلين ان هي بتبدأ بالديستراكتيف فيس او المينستيرول فيس، وبعدها البروليفريتيف فيس، وبعدها السكريتوري فيس. في الديستركتيف فيز دي اصلا هي كان بيحصل شيدنج للاندوميتريوم وبتنزل فيها المنستروشن خلاص، وتقريبا كانت اصلا بتبقى مشكلتها ان الهرمونات ما بقتش موجوده علشان تخلي تحافظ على الاندوميتريوم، فالاندوميتريوم ما قدرتش تكمل وانهارت. بندخل بعدها على البروليفريتيف فيز اللي هي كانت بتبقى مقابله تقريبا للفوليكولار فيز في اليوتراين سايكل، في الاوفريان سايكل معلش. كنا بنقول في البروليفريتيف فيس دي ان هي اللي بيطلع فيها وقتها هو الاستروجين، وهو وقتها اللي بيساعد في البروليفريشن بتاع الاندوميتريوم والكلام ده. فاحنا كده يعتبر اول هرمون ظهر في المينستيرول سايكل او يعني اليوتراين سايكل هو كده الاستروجين، هو اول حاجه ظهرت في السايكل دي، فيعتبر كده هو اللي خلى السايكل ترجع تبدا تاني بعد ما كان حصل شيدنج للاندوميتريوم، تمام؟ فهو بيقول لي في الترمينولوجي هنا ان الاستروجين دي متقسمه لمقطعين، اول حاجه استرو وتاني حاجه جين. استرو دي جايه من استرو سايكل، استرو سايكل دي اللي هي المينستيرول سايكل. تاني حاجه جين جايه من جينيسيس، جينيسيس دي معناها ستارتنج او بيجيننج، اللي هي البدايه. فبيقول لي ان الاستروجين كده معناها ان الهرمون اللي بيبدا المينستيرول سايكل، تمام؟ فبيقولي so estrogen means the hormones start the menstrual cycle. تاني حاجة بقى بيكلمني عن ال source of the estrogen secretion. برضه هنرجع نفتكر حاجات من المحاضرة اللي فاتت. احنا عندنا كنا قلنا في الحاجات اللي بتطلع الاستروجين قلنا تلات حاجات بس هي اللي بيطلع منها الاستروجين. السكريشن بتاع الاستروجين قلنا 3 مرات. لما كنا جينا نتكلم عن الليت فوليكولار فيز، ساعة لما كنا قلنا ان في فوليكل واحدة بس هي اللي بتكبر وبتوصل تبقى ماتيور فوليكل، اللي هي كان بيطلق عليها الجرافيوم فوليكل في الآخر. فكنا قلنا من ضمن الحاجات اللي بتميزها عن الفوليكلز التانية ان هي كانت بتطلع لي الاستروجين، وكان الاستروجين ده اللي هو كان بيعمل لي النيجاتيف فيدباك انهيبيشن للاف اس اتش والكلام ده كله. تاني مكان كنا ذكرنا فيه ان هو بيطلع الاستروجين ساعة لما كنا بنتكلم في اليوتيل فيز برضو في الاوفريان سايكل، وكنا قلنا ان ال FSH بيخلي الجرانيولوزا سيلز تطلع الاروماتيز عشان يحول الاندروجينز يصنعها يخليها استروجين، تمام؟ كنا جينا كمان برضو في اليوتيل فيز، كنا اتكلمنا ساعة لما اتكلمنا عن الكوربس ليوتيم، وكنا قلنا ان ال LH بيخلي الكوربس ليوتيم يطلع لي البروجستيرون
وبيطلع لي كميات اقل من الاستروجين. دول كده ثلاث حاجات قلنا فيهم صريحة فكرة ان الاستروجين بيتم تصنيعه، تمام. في واحدة بقى قلنا فيها بطريقة مش مباشرة، حاجة رابعة بقى، ساعة لما كنا قلنا لما كنا بنتكلم عن الفيد بتاع الكوربس ليوتام، كنا قلنا يا اما ان هو بيحصل له دي جنريشن، لو ما حصلش فيرتلايزيشن للاوفم بيحصل له دي جنريشن خلاص ويتحول للكوربس البيكانس وخلاص كده، يا اما ان هو لو حصل فيرتلايزيشن ان هو بيكمل لمدة 12 اسبوع في الحمل وبعد كده بتاخد مكانه البلاسنتا. فهي بتاخد مكانه في ايه؟ هو اصلا كان ايه وظيفة الكوربس ليوتام هنا؟ ان هو بيطلع لي الاستروجين والبروجستيرون عشان يفضلوا محافظين على الاندوميتريوم، عشان الاندوميتريوم دي هي اللي حصل فيها امبلانتيشن للفيرتلايزد اوفم عشان يفضل الحمل مستمر. فهو كده بيطلع لي الاستروجين والبروجستيرون. طب هي البلاسنتا بقى هتاخد مكانه في ايه؟ هتاخد مكانه في ان هي هتبقى مسؤولة عن السكريشن بتاع الاستروجين والبروجستيرون، تمام كده. في عندي بقى حاجة أخيرة بقى، دي احنا مكناش اتكلمنا عنها قبل كده. احنا عندنا الادرينال كورتكس. طبعا احنا عندنا الادرينال جلاند بيبقى فيها الادرينال مدلة والادرينال كورتكس. فالكورتكس دي بتتكون من 3 طبقات، احنا اللي احنا عايزين نعرفها منهم بس طبقة واحدة اللي هي الطبقة الداخلية، هي اسمها الزونا ريتيكولاريس، تمام. الزونا ريتيكولاريس دي اصلا بتطلع لي السكس هرمونز، من ضمن السكس هرمونز دي بتطلع لي الاستروجين، ولما نيجي نتكلم عن البروجستيرون بعد كده برضو فهي بتطلع لي بروجستيرون، ولو ما نيجي ناخد في الميل برضو فهي بتطلع لي اندروجينز، تمام كده. برضو عشان افكركم بالحته بتاعت الادرينال كورتكس دي عشان هي اللي جديده في اللي احنا قلناه دلوقتي، احنا اصلا كنا بنتكلم ان الادرينال كورتكس دي بتطلع لي عندي 3 انواع من الهرمونات. اول حاجه اللي هو الالدوستيرون اللي هو كان بيعمل ريتنشن للصوديوم والووتر. تاني حاجه كانت بتطلع لي الكورتيكويد اللي هو الكورتيزول، تمام. طبعا كلنا عارفين الكورتيزون اللي هو ايه. تالت حاجه كانت بتطلع لي السكس هرمونز، تمام. فهو ده بقى السكس هرمونز اللي هي بتطلعها اللي هو الاستروجين والبروجستيرون، وبتطلع لي اندروجينز بعد كده في الميل. برضه هي بتطلع نسبة صغيرة في الفيميل يعني، تمام. هي فكرة ان هي بتطلع الاستروجين والبروجستيرون والاندروجينز ده بيبقى موجود في المين والفيميل، لان ده دي مش سكس جلاند. السكس جلاند هي اللي وظيفتها بتختلف من المين عن الفيميل، تمام كده. نبدأ بقى نقرأ الكلام المكتوب. بيقول لي بقى السورس اوف الاستروجين سيكريشن. اول حاجه قال لي الاوفري، بيقول لي عندي الاستروجين از درايفد فروم الاندروجينز بارتيكولاري الاندروستينيديون، تمام. بيقول لي ان هو بيبقى بيطلع من الاندروجينز، في نوع من الاندروجين معين من المشتقات يعني بتاعه الاندروجينز اسمه الاندروستينيديون. بيقول لي بقى ايه the ceca interna cells of the growing follicle and the ceca lutein cells of the corpus lutein produce androstenedione under effect of LH. The androstenedione migrates from the ceca cells to the granulosa cells which secrete the aromatase enzyme under effect of FSH to convert the androstenedione into الاستروجين. عايزين بقى الحتة دي كده نشرحها بالراحة. أول حاجة هو بيقول لي إن الاستروجين ده بيبقى جاي من الأندروجينز، تمام. ان الاندروجين بنجيب لها هرمون معين او حاجه فبيحولها لاستروجين، من ضمن الميتابولايتس بتاعه الاندروجينز دي اللي هي الاندروستينيديون. بيقول لي بقى ايه الاندروستينيديون ده اصلا او الاندروجينز يعني عموما بتطلع منين؟ مش احنا كنا قلنا لما جينا نتكلم على الاوفريان سايكل ان هي دي لما قلنا في الجروينج فوليكل هي اللي بتطلع الاستروجين. طب هي بتطلعه منين؟ اول حاجه بيقول لي ان انا في عندي السيكا انترنال سيلز بتاعه الجرونج فوليكل دي، احنا كنا اصلا قلنا ان الفوليكل بتبقى فيها جرانولوزا سيلز وسيكا سيلز. فبيقول لي ان السيكا انترنال سيلز بتاعه الفوليكل دي ان هي بتطلع لي الاندروجينز، تمام. وبيقول لي ان الاندروجين اللي بيطلع ده بيروح للجرانولوزا سيلز، تمام. فالجرانيولوزا سيلز اللي هو اصلا هي السيكا انترنا سيلز بتطلع الاندروجينز تحت تاثير ال LH، تمام كده. الاندروجين ده بيروح للجرانيولوزا سيلز، الجرانيولوزا سيلز بتطلع لي حاجه اسمها الاروماتيز انزيم تحت تاثير ال FSH، تمام. فيقوم الاروماتيز ده يحول لي الاندروجينز يحولها للاستروجين، تمام كده.
نيجي بقى برضو وقت اليوتيل فيز، لما كنا عملنا السيكا اليوتين سيلز برضو ال ال اتش كنا قايلين ان هو بيخليها تطلع اندروجين، ساعه لما قلنا ان هي بتطلع اندروجين وبروجستيرون تمام كده، فجت هي طلعت لي الاندروجين، هيقوم الاندروجين برضو رايح للجرانيولوزا سيلز. هي طلعت الاروماتيز الجرانيولوزا، يعني طلعت الاروماتيز انزيم تحت تأثير ال FSH عشان يحول لي الاندروجين للاستروجين تمام كده. فبيجي هو بعدها بيقول لي the cica cells under effect of the LH secrete الاندروجينز، وبعد كده بيقول لي bile aromatase secrete in the granulosa cells under FSH بيتحول للاستروجين تمام كده. يبقى احنا هو قلنا الجزء اللي هو بتاع الجروينج فوليكل، وقلنا الجزء اللي هو بتاع اليوتيل فيز. تاني حاجة بقى عندي البلاسينتا، البلاسينتا دي مش احنا كنا قلنا ان هي بيطلع من 3 حاجات، وقلنا فيهم الكورباس ليوتيم، فالكورباس ليوتيم ده اللي هو بيتحول للبلاسينتا. بيقول لي البلاسينتا هو سكريت لارج اماونت اوف الاستروجين ديورنج البريجنانسي تمام كده. اخر حاجة بقى اللي هي الادرينال كورتكس اللي هي الزونا ريتيكولاريس، ان هي بتطلع لي سمول اماونت اوف الاستروجين. بعد كده بقى هنتكلم عن البلازما ليفل اوف الاستروجين. الاستروجين ده بيبقى الليفل بتاعه مستواه في البلازما عامل ازاي. بيقول لي ان الادلت فيميلز الليفل بتاع الاستروجين يعني بيختلف في الفيز المختلفه اثناء المنسترال سايكل. طبعا احنا ده كله بنتكلم فيه الريبرودكتيف بيريود، لان احنا في عندنا اصلا اللي هي التشايلد هود بيريود، في اللي هي يعني البيوبرتال، وفي عندنا البوست مينوبوز، احنا بنتكلم بس في الريبرودكتيف بيريود. فهو بيقول لي ان اثناء الفيز بتاعه المنسترال سايكل، هو طبعا احنا قلنا في كذا فيز، اللي هما في عندنا الفوليكولار فيز، وفي عندنا اليوتيل فيز، وفي عندنا اللي هما وقت الاوفيوليشن. فبيقول لي ان اثناء الفيزز دي الليفل بتاع الاستروجين بيختلف تمام كده، لان احنا مش احنا كنا جينا في الاول قلنا ان مثلا في البدايه خالص ما كناش قلنا في اللي هي الايرلي فوليكولار، ما كناش قلنا ان في حاجه بتطلع استروجين. بعد كده لما الجرون فوليكل بدات تكبر بدات تطلع الاستروجين، يفضل الاستروجين يزيد قوي 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 لحد ما كنا قلنا بيبقى عالي قوي قبل الاوفيوليشن، فيعمل ال اتش سيرج، يعني كده ان هو في زياده وفي نقصان تمام كده. فبيقول لي بقى ايه، ان انا في عندي تو بيكس للاستروجين. اول بيك اللي هي بتبقى في الفوليكولار فيز، اللي هي في الحته بتاعت الليت فوليكولار، اللي هي جاست بيفور الافيوليشن، ساعه لما كان قبل ما البرايمري او اوسايت تكمل الفيرست مايتيك ديفيجن. فبيقول لي ان جاست بيفور الافيوليشن ده بيبقى في عندي بيك للاستروجين اللي هي بتعمل برضو ال اتش سيرج، دي بتبقى 200 بيكوجرام بير ملي ليتر. تاني حاجه بيقول لي بقى ايه، ان الميدل يوتير فيز، في الميدل يوتيل فيز دي اللي هي يعني في اليوتيل فيز، ساعة لما كنا قلنا ان الجرانيولاتا سيلز هي اللي بتطلع الاستروجين تمام. فبيقول لي ان في الميدل يوتيل فيز دي بتبقى البيك بتاعته اقل من البيك الاولانيه، يبقى اعلى حاجه خالص اللي هي في الفوليكولار فيز. تاني حاجه بيقول لي بقى ان الميل برضو، مش احنا كنا لسه قايلين ان الادرينال كورتكس بتطلع استروجين برضو في الميل. فبيقول لي ان الميل برضو بيبقى عندهم الاستروجين، بس بيبقى الليفل بتاعهم من 12 ل 34 بيكو جرام بير ملي ليتر. تالت حاجه بقى نتكلم عنها اللي هي البلازما ترانسبورت. هل الاستروجين ده بيمشي في الدم في حاجه شايلاه، ولا بيبقى ماشي لوحده كده؟ بيقول لي لا، ان الاستروجين بيبقى ماشي في الدم في بروتينات شايلاه تمام كده. بس بيقول لي ان البروتينات دي بتبقى قوة تمسكها مع الاستروجين مش عالية قوي، علشان كده الاستروجين لما بيحب يروح للتارجت سيل او كده بيعرف خلاص اللي هو يسيب البروتينات دي. اصلا علاقة يعني هما ماسكين في بعض بالعافية، اللي هو انت هتديني مصلحتي بس، واول ما نخلص المصلحة فانا هسيبك وهروح لحالي. هي دي علاقة الاستروجين مع البايندنج بروتينز اللي بتبقى ماسكين. بيقول اهو الاستروجين از ترانسبورتد مينلي باي البلازما بروتين، بالذات الالبوم تمام. بيقول لي ان في كميه قليله بتكون ممكن شايلها الجلوبيرين، اهو a small amount is transported by الجلوبيرين. The binding of الاستروجين with البلازما بروتين is loose, so the hormones is released early easily into the tissue. فعشان كده الاستروجين اول ما بيروح للتشو اللي هو عايزها، خلاص كده يا بروتين انت عملت لي اللي انا عايزه، وانا خلاص مش محتاجك كده تاني، فيقوم سايبه بمنتهى السهوله تمام كده. بعد كده بقى نتكلم عن الميتابوليزم اوف الاستروجين.
بيقول لي ان الاستروجين ده يعني احنا اصلا ليه عايزين نعمل ميتابوليزم للاستروجين؟ عشان الاستروجين عمل وظيفته خلاص. طيب ايه يعني انا في حد معين مش ببقى عايز عنده ان الوظيفة دي تكمل خلاص كفاية كده، فانا ايه الحاجة اللي هتوقف الاستروجين ان هو عن هو يكمل كل الحاجات اللي كان بيعملها؟ فبيقول لي الليفر هو هنا الضابط اللي هيجي يقف للاستروجين وهيوقفه، الاستروجين خلاص مش هيقدر يتحرك قدامه بعد كده. بيقول لي the estrogen is degraded mainly in the liver where it is conjugated with the glucuronides and the sulfates. بيروح الليفر بيخلي الاستروجين يمسكه مع الجلوكيرونايت والسلفيت. بيقول لي ان حوالي خمس اللي هو الكونجيوجيتد استروجين ده بيخرج مع البايل، والاغلب بيخرج في اليورين. تمام كده. بيقول لي ان في حاجه كمان الليفر يعني بيقدر يعملها عشان يوقف الاستروجين ان هو يعمل الوظيفه بتاعته. احنا عندنا الاستروجين اصلا بيبقى فيه منه 3 انواع، في عندنا E1 و E2 و E3. عندنا ال E1 ده اسمه اصلا استيرون، ده احنا مش هنتكلم عنه ولا موضوعنا دلوقتي. ال E2 اللي هو الاستراديول، ال E3 اللي هو الاستريول. الحاجة اللي هو أكتر حاجة بنستخدمها واللي هو هنتكلم عنها بتعمل الفانكشنز اللي جاية دي كلها، واللي هي الأكتيف فور، اللي هي بتبقى الاستراديول. تمام كده. في عندي بقى يعني اللي هو التاني اللي هو ال E3 وال E1، دول مش أكتيف قوي زي الأولين. فبيقول لي إن الليفر بيمسك الاستراديول ده اللي هو البيتا استراديول بيحوله الاستريول اللي هو الاي 3، يعني هو بيمسك الاي 2 بيحوله الاي 3. فانا كده مش هعرف اقوم بكل الوظائف اللي كان الاستروجين بيقوم بيها قبل كده. يعني الاستروجين ده فيه منه 3 انواع، اي 1 واي 2 واي 3. اي 2 اللي هو الاستراديول هو اللي بيعمل لنا اغلب الحاجات اللي احنا محتاجينها. تمام. فالليفر خلاص هو عايز يوقف الوظيفه دي، فيقوم محوله الفورم تاني ان اكتف مش بيعمل كل الحاجات اللي بيعملها دي. ندخل بقى عن الفانكشنز بتاعت الاستروجين. اول حاجه بيقول لي ان الاستروجين بيبقى ليه فانكشنز. في عندي اول حاجه هنتكلم عن بيأثر على الجينيتال اورجانز. تمام كده. بيقول لي ذا ميجور فانكشن بتاعت الاستروجين يعني وهو بيأثر على الجينيتال اورجانز is to promote the cellular proliferation and the tissue growth in the sexual organs and in other tissues related to reproduction. اهم حاجة بتاعت الاستروجين، ولما احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عنه لما جينا قلنا في البروليفريتيف فيز ان اهم حاجة او الهرمون الدوميننت فيها هو الاستروجين. فالاستروجين موجود في البروليفريتيف فيز، فهيعمل ايه؟ هيعمل بروليفريشن للتيشوز اللي موجودة. وكنا احنا المرة اللي فاتت قعدنا نتكلم عن الاندوميتريا، فهو هنا بيقول لي ان هو بيشجع بروليفريشن بتاع التيشوز. تمام. في السيكشوال اورجانز وفي اورجانز تانية ريليتد للريبرودكشن. تمام كده. شبه المرة اللي فاتت لما كنا اتكلمنا عن البريست، قلنا البريست ده مش من الجينيتال اورجانز ولكنه مرتبط بالريبرودكشن، فاحنا كده هنتكلم معاه في الفيميل ريبرودكتيف سيستم. فهو بيقول لي عن حاجات شبه كده يعني. اول حاجة بيقول لي بقى ان احنا في عندنا البرايمري سكس اورجانز شبه الاوفريز، احنا كنا قسمنا البرايمري والسكندري دي المره اللي فاتت. اول حاجه البرايمري سكس اورجانز اللي هي الاوفريز، بيقول لي ان الاستروجين بيعمل بيخلي الجروينج فوليكل لما احنا كنا قلنا في الليت فوليكولار فيز ان هي لما تيجي وهي بتكبر عشان توصل للماتيوريتي ان هي بتطلع الاستروجين، فبيعمل فيدباك انهبيشن على الاف اس اتش والكلام ده كله. فالاستروجين اللي بيطلع ده بيساعد الفوليكل ان هي تكبر اكتر لحد ما توصل للماتيوريتي، ان هو بيزود السيلز بتاعتها. تاني حاجه ان هو بيزود السكريتوري اكتيفيتي بتاعت السيكا سيلز. تمام كده. تاني حاجه بقى هنتكلم على السكندري سكس اورجانز. اول حاجه في السكندري سكس اورجانز هنتكلم عنها اللي هو اليوترس. احنا كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي اصلا علشان ان احنا نوصل ان عمليه الريبرودكشن تحصل بطريقه كويسه. تمام.
اول حاجه بقى هنتكلم عنها في اليوترس، ان احنا عندنا الاستروجين. اول حاجه احنا طبعا الفيميل بتبقى مولوده وهي صغيره، يبدا جسمها يكبر، فالاورجنز بتاعتها بتكبر معاها. يعني اكيد احنا الاورجنز اللي احنا عندنا في سننا دلوقتي مش نفس الاورجنز، نفس حجم الاورجنز اللي كانت في جسمنا واحنا صغيرين. من ضمن بقى الاورجنز دي اليوترس، فبيقول لي ان الاستروجين بيساعد في ان اليوترس يكبر، بيكبر تقريبا ضعف حجمه، تمام؟ عشان اليوترس في التشايلد هود بيكبروا لحد ما يوصل للادلت يوترس. ادلت يوترس، يوترس قادر ان هو يستقبل فيرتلايزد اوفم ويعمل لها امبلانتيشن عشان يبقى فيه زيجوت وفيتس والكلام ده كله. فبيقول لي ان هو بيعمل بروليفريشن بقى للاندوميتريال سيلز، فهو بيعمل بروليفريشن للاندوميتريال سيلز، قاعد بيزودها، فعشان كده بيزود الثيكنس بتاع الاندوميتريوم. طب ماشي، هو بيزود. طب الحاجات اللي قاعده بتزيد دي، هي مش محتاجه دم ان هو يغذيها والكلام ده كله؟ لا طبعا محتاجه، فعشان كده هو بيقول لي ان هو بيزود البلاد سبلاي للاندوميتريوم، عشان لما تبدا تزيد في حجمها يبدا يزيد البلاد سبلاي بتاعها، فتبدا قادرة ان هي تكبر بطريقة كويسة. زي مثلا ايه، لو انا عندي طفل صغير وعندي شخص كبير، هل الطفل الصغير بياكل نفس الاكل وبيحتاج يعني نفس التغذية اللي بيحتاجه شخص كبير؟ لا طبعا، يعني ده بياكل كميات قليلة، الشخص الكبير بياكل كميات اكبر. فهل انا ممكن اعيش شخص على نفس الكمية اللي بياكلها طفل صغير؟ ما اقدرش، هيتعب وهيبقى مش قادر ان هو يكمل يومه ويجيله هبوط والكلام ده كله. بعد كده بقى بيقول لي ان الاستروجين كمان بيعمل ديبوزيشن للجلايكوجين والفاتس في الاندوميتريوم، تمام؟ احنا قلنا ان هو بيزود اصلا البلاد سبلاي للاندوميتريوم، طب هو بيزوده ازاي؟ بان هو بيعمل بروليفريشن ودايلتيشن بلاد فيزلز، ان هو بيخليها تبقى اكبر من قبل كده، بس بتكون هنا ستريت، عشان لما هنيجي بعد كده هنقول ان البروجسترون بيعملها بالترشوس. ساعات لما كنا قلنا قبل كده كلمة ترشوس دي مرتبطة بالبروجستيرون. بيقول لي كمان ان الاستروجين برضو بيعمل بروليفريشن ودايلتيشن للاندوميتريال جلاندز، الجلاندز الموجودة في الاندوميتريا، علشان بعد كده ان هي بتكون لما بندخل بقى على السكريتوري فيس، بتبقى الجلاندز دي بتبقى تورشوس اكتر والكلام ده كله. فهو اصلا بدايه كبرها بيبقى مسؤول عنه الاستروجين. بعد كده بيقولي كمان ان الاستروجين بيساعد ان اليوترين ماسز تكون اكتف، وان هي تبقى مستجيبه اكتر للاكسيتوسين، فبيزود الكونتراكشن بتاعها اكتر، تمام كده؟ نبدأ بقى نقراهم. بيقول لي اول حاجه ال enlargement of uterus to about double its childhood size due to proliferating endometrial cells، عشان يطلع لنا في الاخر ال adult uterus، يعني بنحول ال childhood uterus لل adult uterus. بيعمل لنا increase لل endometrial thickness، لان اصلا كانت ال endometrium انهارت خلاص، ما بقاش فيه endometrium. increase in the blood supply لل endometrium، عشان تبقى قادره تعمل بروليفريشن بطريقه كويسه. ذا ديبوزيشن اوف الجلايكوجين والفاتس في الاندوميتريوم، برضو ذا بروليفريشن اند دايليتيشن اوف البلاد فيزلز اوف الاندوميتريوم، بس هنا بتكون ستريت. ذا بروليفريشن اند دايليتيشن اوف الاندوميتريال جلاندز ويتش بيكم مور تيرشوس وذ انكريس بلاد فلو، ان هو بيزود الاندوميتريال جلاندز اللي هي بعد كده هتبقى هي المسؤوله عن السكريشن في السكريتوري فيز. وبعد كده بيقول لي increase in the spontaneous activity of the uterine muscles and zero sensitivity to oxytocin، ان هو بيساعد ان هو يخليها نشطة وان هي تبقى قادرة تستجيب اكتر للاكسيتوسين. increase in the contractility of the uterine muscles، ما احنا هو اصلا هو بيترجم الجملة اللي فوق، ان احنا قلنا ان هي بتبقى اكتف اكتر وتستجيب للاكسيتوسين، فيبقى في contractions كتير. بيقول لي all these changes prepare the uterus for the pregnancy، ان احنا بقى بنبدأ نجهز اليوترس عشان يبقى قادر ان هو يستقبل فيرتلايزد اوفا. بعد كده بقى الفالوبيان تيوبس، اللي بيحصل بقى في الفالوبيان تيوبس، اول حاجه ان هو بيقول لي ان هو بيزود عدد السيليتد سيلز، السيليا اللي هي بتبقى موجوده في الفالوبيان تيوبس. احنا اصلا ايه وظيفه الفالوبيان تيوبس؟ من ضمن الوظائف بتاعتها ان هي بتستقبل الاوفم
من الاوفري، بعد كده بتفضل تنقلها بتحركها، فهي بتحركها بالسيليا وتيجي ممكن يحصل لها في النص فيرتلايزيشن، وبعد كده ان هي بتنقل الفيرتلايزد اوفم دي لحد ما بتروح لليوترس، وبرده هي اصلا بتنقل السبرم عشان يوصل للاوفم. فكل الحاجات دي هي بتنقلها بايه؟ بتنقلها بالسيليا. فبيقول لي ان هو بيزود اصلا العدد بتاع السيليا دي وحجمها، وكمان بيزود الاكتيفيتي بتاعتها علشان تقدر تقوم بالوظيفه بتاعتها بطريقه كويسه. واحنا كنا قلنا قبل كده ان هو بيحصل بروليفريشن للجلانس بتاعت الاندوميتريوم، نفس ما بيحصل بروليفريشن للجلانس بتاعت الاندوميتريوم بيحصل برضه في الفالوبيان تيوبس. اهو بيقول لي بقى increase the number and size of the ciliated epithelial cells lining the fallopian tubes, increase the activity of the cilia so that the movement of the ovum in the fallopian tube is facilitated. السيليا دي عشان لو حد فيكم مش فاكرها او مش عارفة، هي بتبقى حاجة عاملة شبه الشعيرات الصغيرة كده، بتبقى بتتحرك كده، يتحرك عشان تزق الحاجة كده، حركة خفيفة قوي. وبعد يعني او هي يعني مش حركة خفيفة، لا دي ممكن هي اصلا اللي بتطرد حاجات عندنا في جسمنا والكلام ده كله، بس هي يعني بتبقى حاجات صغيرة كده عشان هي اللي بتزق الاوفم كده، او تزق لها السبرم او تزق الفيرتلايزد اوفم والكلام ده كله. هو بيقول لي ان هو بيزود الاكتيفيتي بتاعت السيليا دي so the movement of the ovum in the fallopian tube is facilitated عشان تعرف تحركها. enhance the proliferation of the glandular tissues in the fallopian tubes. all these changes برضو are necessary for fertilization of the ovum، علشان اصلا هو احنا عندنا الاوفم لو معرفتش تتحرك من الاوفري عشان توصل لحد المكان مثلا اللي هيجيلها فيه السبرم، او توصل للمكان اللي هيحصل لها فيه الفيرتلايزيشن، هل ده كده هيحصل فيرتلايزيشن؟ لا، حتى لو حصل لها فيرتلايزيشن انا كده هعرف اعمل لها امبلانتيشن في اليوترس لو انا ما زقيتهاش، لا كده هيحصل الاكتوبك بريجنانسي والكلام ده كله والحمله هيبوظ. بعد كده بقى نتكلم عن السيرفكس. بيقول لي ان الاستروجين يعني هو بيساعد بكل الطرق ان تحصل عملية الفيرتلايزيشن، فعشان كده بيخلي السكريشنز بتاعت السيرفكس تبقى رفيعة خالص وبتبقى الكلاين عشان تسهل ان السبرم يعدي في السيرفكس عشان يروح يوصل للأوفا ويعمل لها fertilization. means the secretion of thin and alkaline mucus. the mucus becomes thinnest at time of ovulation. الوقت اللي بتكون فيه الأوفم خلاص مستعدة ان هي يحصل لها fertilization، فالاستروجين بيخلي السكريشن بتاعت السيرفكس دي ارفع حاجه، يعني بيقول له بكل الطرق للسبرم اتفضل عدي علشان يروح للفيرتلايزد اوفا. this promotes survival and transport of the sperms. تمام. بعد كده بقى عندي الفاجينا. بيقول لي ان الاستروجين بيحول الابيثيليوم بتاع الفاجينا بيحوله من كيوبيدال، اللي بيخليه ان هو يبقى ستراتيفايد ابيثيليوم. تمام. ومش بس كده، ده هو برضو بيعمل بروليفريشن للابيثيليوم بتاع الفاجينا، وبيخلي البي اتش بتاعت الفاجينا تبقى اسيدك. هو بيعمل كل الحاجات دي عشان يساعد ان هو يحمي الفاجينا، سواء ان هو يحصل لها تروما او ان هي يحصل لها انفكشن، فهو عايز بكل الطرق يحمي الفاجينا. changes the vaginal epithelium from the cuboidal into the stratified type. because the stratified epithelium is more resistant to trauma and the infection، علشان يخليها تبقى قادرة لو حصل لها أي حاجة إن هي قادرة تقاومها. increase the layers of the vaginal epithelium by the proliferation. برضه بيعمل proliferation للإبيثيليوم للفاجينال إبيثيليوم، وبيقلل ال pH بتاعة الفاجينا عشان تبقى more acidic، فلو دخل فيها مثلا أي ميكروب أو كده إن هي تبقى قادرة تتغلب عليه ما يأثرش فيها. all these changes are necessary for the prevention of the common vaginal infections. بعد كده بقى بيقول لي البارسلين جلاندز اند الاكسترنال جينيتاليا. البارسلين جلاندز دي بتبقى جلاندز كده موجودة تبع الفالفا، هي بتطلع لي ميوكس عشان يسهل في عملية السكشوال انتركورس. المهم يعني ان بيقول لي ان الاستروجين برضو بيساعد في الجروث بتاع البارسلين جلانس والاكسترنال جينيتاليا دي. هنتكلم بقى عن البريست. ايه الحاجات اللي الاستروجين بيأثر بيها على البريست؟ اول حاجة ان هو بيعمل ديفلوبمنت للتشو. الاستروجين بيساعد اصلا في ان البريست يكبر. تاني حاجة ان احنا عندنا بيبقى فيه داكتس جوه البريست، اللي هي علشان لما بيجي يعمل لاكتيشن والكلام ده كله، فان هو بيساعد ان الداكتس دي تكبر. بيعمل كمان ديبوزيشن للفات. كمان الاستروجين بيساعد في ان الاريولا بتاعت البريست ان هي
بيحصل ان هي تتصبغ، ان هي يعني ان هي لونها بيبقى غامق كده، بيعمل يعني بيجمنتيشن بالذات في وقت الحمل. بيقول بقى all these effects prepare breast for lactation، ان هي بتحضر اصلا الفانكشن بتاعت البريست ان هو بيعمل اللاكتيشن. however progesterone is necessary for the full growth of breast and prolactin is necessary for relactation. ان هو بيقول كمان يعني ان احنا عندنا البروجستيرون ان هو بيبقى مهم علشان يحصل full growth للبريست، ان هو ينمو نمو كامل، وان البرولاكتين اصلا اللي هو بيساعد في وظيفة اللاكتيشن. ندخل على السكندري سكس كاركترز. الاستروجين بقى بيعمل فيها ايه؟ اول حاجة هنتكلم عن الشعر، الهير. اول حاجة في السكالب هير بيقول ان هو بيعمل برفيوز والفيمناين هير لاين. انا حاطه لكم الصورة دي علشان افهمكم احوار الهير لاين دي. اول حاجة بصوا الفيميل عندنا، بصوا شعرها نازل ازاي، انما الميل بيبقى شعره طالع لفوق. البداية اللي هو الشعر او اخر الشعر زي ما احنا شايفينه بيبقى عند الفيميل طالع قدام عن الرجالة. حتى لما بيبقى في حد مثلا عنده مشكلة في الليفر او كده، احنا لسه قايلين ان الليفر بيساعد ان في ان هو بيعمل ميتابوليزم للاستروجين، فكده الاستروجين مش بيحصل له ميتابوليزم، بنلاقي الراجل شعره طالع قدام. تمام، فبتبقى دي اصلا من الفيمينين كاركترز عنده. تاني حاجة بيقول بقى في البيوبيك هير ستيمولييت ذا فيمينين باترن اوف ذا بيوبيك هير جروث، اللي هي الانفرتد تريانجل. عندنا في الفيميل البيوبيك هير بيبقى على شكل تريانجل، انما الميل بيبقى لا مش بيبقى التريانجل، بيبقى طالع لحد الامبليكوس كده. بعد كده عندنا الاكزيلاري هير، طبعا الاستروجين بيساعد ان يبقى في اصلا اكزيلاري هير. بعد كده بيقول البادي اند الفيس هير، لو احنا قارنا ما بين الفيميل والميل مثلا في الوش، لا مثلا الرجاله بيبقى عندهم الدقن والكلام ده، انما لا الفيميل لا ما عندهاش دقن. فهو الاستروجين بقى هو اللي بيخلي ان مثلا ان الفيس والبادي يبقى سموث وكده. بعد كده بيقول لي بقى السكين، ان هو الاستروجين بيخلي السكين يبقى سوفت وسموث ناعم خالص، وبيزود الفاسكولاريتي بتاعته، والسبيشال سيكريشنز بيخليها ان هي تبقى اقل لزوجاليز فيسك. بعد كده بقى عندنا اللارينكس. احنا عندنا اصلا يعني دايما الستات بنقول عليها ان هي صوتها بيبقى مسرسع اكتر من الرجالة. فليه بقى فكرة ان الصوت مسرسع دي؟ ده اصلا بيكون بسبب الاستروجين، لان بيقول ان الاستروجين مش بيساعد في نمو الفوكال كورتس بتاعت اللارينكس، فعشان كده اللارينكس بتفضل في البري بيوبرتال ستيج، اللي يعني قبل ما تدخل في البيوبرتي. حتى مثلا لو قارنا الولاد عن البنات، بنلاقي ان الولاد مثلا وهم صغيرين قبل ما بيدخلوا في البيوبرتي بيبقى صوتهم يعني ناعم شوية، انما اول ما بيدخلوا في البيوبرتي بيتقال حتى ده صوته تخن. فصوته تخن دي علشان هو حصل ان الفوكال كوردز بتاعته حصل فيها تغييرات وكده. فبيقول ان الاستروجين بيساعد ان بيخلي الفوكال كوردز مش بيعمل فيها حاجة، مش بيأثر عليها، فبتفضل زي ما هي، فبتفضل الفيميل بنفس الصوت بتاعها، يعني بيفضل صوتها ناعم عادي عشان اللارينكس بتفضل نفس قبل البيوبرتي. بعد كده بقى عندنا بيقول بقى ايه البادي كونفيجوريشن، بيأثر ازاي بقى الاستروجين على شكل الجسم بتاع الفيميل، يعني ايه الاستروجين بيعمله عشان يخلي شكل الجسم بتاع الفيميل يختلف عن الميل. اول حاجة ان هو بيخلي البلفس واسع، طبعا علشان ده بيساعدنا في عملية الولادة. بيقول بورد with increased transverse diameter، الترانسفيرس diameter بيبقى كبير، وطبعا بيقول بيبقى البلفس بيبقى على شكل راوندد مدور او شكل اوفال بيضاوي، بيقول وايد بلفك او اتليت عشان البيبي لما يعرف يخرج لما تيجي تولد طبيعي مثلا. وبعد كده عندنا بقى في الشولدرز، عندنا دايما الفيميل بيبقى الكتف عندهم او الرجالة يعني بيبقى كتفهم عريض، انما الفيميل لا، يعني اصلا لما لما حد مثلا بيشوف ان فيميل كتفها عريض او كده، لا في انت هتقلبي شبه الرجالة ولا ايه. فالفيميل دايما بيبقى كتفهم اقل عرض عن الميل. فهو بيقول حتى الشولدرز نارو. وبعد كده عندنا الاستروجين، بيقول بقى ايه الاستروجين دي بقى اللي هي شكل الجسم بقى، ان هو
شكل الجسم بقى لما بيبقى ظاهر من بره. ان هو بيقول عندنا ان الاستروجين بيخلي الفات يحصل لها ديبوزيشن في اماكن معينه شبه البريست والباتوكس والساي، فعلشان كده ده اللي بيدي الفيمين شكل الجسم المميز بتاعها. بيقول الاستروجين كوز ذا سيلكتد ديبوزيشن اوف الفات ان سبكوتينيوس تيشوز ان سيرتن ارياز از البريست والباتوكس والساي. ذا فات ديبوزيشن ان الوست از ديكريزد، ان هو في الوسط بيبقى اقل شويه. ذس جيف ذا كاركترستيك فيمينين بودي كونفيجريشن. بعد كده بيقول البيهيفير ان الاستروجين بيخلي طبيعة، يعني الطبيعة اللي ربنا خلقنا عليها، ان المفروض الستات تنجذب للرجالة، الستات ما بتنجذبش للستات، لا، ولا الرجالة بتنجذب للرجالة، المفروض الست تنجذب للراجل والراجل ينجذب للست. فالفكرة بقى دي المسؤول عنها في جسمنا هو الاستروجين. بعد كده بقى عندنا على العظم. الاستروجين بقى بيعمل ايه على العظم؟ الاستروجين ده بالنسبة للعظم فهو يعني هو بصراحة حاجة سحرية، يعني طول ما الاستروجين موجود والفيميل في الريبرودكتيف بيريود، فهي بالنسبة لها البروجستيرون ده الاستروجين، معلش، ده يعني السحر بتاعها. بيقول بقى the estrogen increase the osteoblastic activity so at the time of the puberty the growth rate increase enormously pubertal growth spurt. بيقول بقى at the same time ال estrogen cause the early fusion of the epiphysis which is with the shaft. احنا عندنا العظمة بيبقى فيها ال diaphysis وال epiphysis وال shaft، فبيقول ان ال estrogen بيخلي ال epiphysis وال shaft ان هما يمسكوا مع بعض ويلحموا بسرعة. المفروض ان ده الجزء اللي اصلا اللي بيطول في العظمة، تمام. فانا كل ما بسيبهم بديلهم وقت اكتر ان هما يكبروا كده، فكده العظمة بتبقى اطول، انما لما اخليهم يلحموا مع بعض بسرعه واعمل الفيوجن ده بدري، فكده اخلي العظمه تبقى اقصر. وبيقول this effect is much stronger in the females than the similar effect of testosterone in the males. بيقول ان الافكت بتاع الاستروجين على العظم ده بيكون اقوى في الفيميل عن الافكت بتاع التستيرون في الميز. عشان كده احنا بنقول ان الاستروجين بيعمل early fusion في العظمه، عشان كده الفيميل الطول عندهم بيقف قبل الميلز بكتير. يعني احنا مثلا بنقول ان البنات هتطول لحد اعدادي، انما الاولاد بيطولوا لحد ثانوي او يمكن في الكليه كمان. As a result, the growth of the females usually sees few years earlier than in the males. هي دي نفس اللي احنا قلناها دلوقتي. احنا قلنا ايه؟ قلنا ان الاستروجين بيساعد في الاوستيوبلاست اكتيفيتي، تمام؟ وكنا قايلين قبل كده ان الاكتيف فورم بتاع الاستروجين اللي هو الاستراديول ده اللي هو بيبقى موجود في الريبرودكتيف ايدج. الحاجات التانية لما بندخل بعد كده في المينوبوز الفورم الثانيه بتاعه الاستروجين مش بتبقى اكتيف ومش بتأدي نفس الوظائف قوي. فبيقول بقى ايه، after المينوبوز the estrogen is not secreted or it becomes scant، بيبقى قليل قوي. it leads to osteoporosis in which the bones become extremely weak and fragile. because of this the bones are highly susceptible for fractures. لان احنا اصلا بنقول ان الاستروجين هو اللي بيزود الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي، فكده انا عندي الاوستيوكلاست هي اللي الاكتيفيتي بتاعها اكتر، فعشان كده بيحصل اوستيوبروز للبون والبون يبقى فيها شاشه كده وبيتكسر بسرعه، تمام. ده لما الفيميل بتدخل في فتره المينوبوز، عشان كده البون بيبقى عرضه اكتر للكسر. بعد كده بقى نتكلم عن الافكتس بتاعت الاستروجين على بقية الجسم بقى. اول حاجة بيقول ان البروتين ميتابوليزم، بيقول عندنا ان الاستروجين بيعمل بيساهم في الميتابوليزم، يعني او الانابوليزم بتاع البروتين، اللي هي بناء البروتينات. فعشان كده هو بيزود التوتال بروتين في الجسم. ولكن الانابوليك افكت بتاع الاستروجين على البروتين ده بيكون اقل من التستوستيرون، عشان كده ممكن بنلاقي ان الميلز بيبقى عندهم عضلات اكتر عشان التستوستيرون بيساعد في ده اكتر. بعد كده اون الفات ميتابوليزم، بنقول ان الاستروجين بيساعد في اللايبوجينز والفات ديبوزيشن، الحته اللي احنا كنا لسه قايلينها فوق ان هو بيعمل فات ديبوزيشن في البريست والباتكس والسايد. فبيقول عندنا ان احنا بيبقى عندنا السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الفيميل بتبقى اقل من الميل، ده نتيجه ان الفاس المترسبه في جسم الفيميل بتبقى كتير. في بقى عندنا حاجه كمان، ان احنا عندنا الاستروجين
بيساعد ان هو يقلل الكوليسترول في جسم الفيميل اكتر من التستوستيرون. عشان كده مثلا الامراض بتاعه الاوعيه الدمويه والكلام ده كله اللي هي الكارديو فاسكولار ديزيزز دي بتبقى في الفيميل في فتره اللي هي فترة الريبرودكتيف بيريود بتكون نسبتها اقل بكتير من الميل. انما لما الفيميل بتدخل في فترة المينوبوز بيبقى الميل للفيميل 1 تو 1 عادي. بيقول اهو الاستروجين هاز ا كوليسترول لورنج افكت سترونجر ذان ذات اوف التستوستيرون، ان هو بيقلل الكوليسترول. سو ذا انسيدنس اوف الاثيروسكليروسيس از لور ان ذا بري منوبوزال فيميلز زان الميل. الاثيروسكليروسيس ده اصلا بيحصل نتيجه ان الدهون بتترسب في الول بتاعه البلاد فيزل فتضيقها، فممكن بقى يساعد ان اصلا بقى البلاد فيزل بقى ضيق وكده، فده ممكن يعمل لي جلطات والكلام ده كله بعد كده. فهو بيقول لي ان الاستروجين بيقلل بيحاول يقلل الكوليسترول اصلا في الجسم، فعشان كده مش بيبقى عندي دهون كتير ومش بتترسب في الاوعيه الدمويه، فعشان كده نسبه حصول الاثيروسكليروزس عند الفيميل في البري منوبوز، اهم حاجه البري منوبوز ده بيبقى اقل من اقل من الميل، انما بتزيد عادي في البوست منوبوزال هون لان هي ما بقاش عندها استروجين، فخلاص بقى نفس العرضه ان هي زي الميل ان هي متعرضه للاثيروسكليروز والكارديوفاسكولار ديزيزز. بعد كده بقى بيقول لي الافكت اون الالكترولايت بالانس. The estrogen causes الصوديوم and water retention from the renal tubules. ان الاستروجين بيبقى عنده نفس الاكشن بتاع الالدوستيرون، مش احنا قايلين الالدوستيرون ان هو بيعمل صوديوم ووتر ريتينشن، ان هو بيساعد ان هما ما يخرجوش من الجسم ويرجع للجسم تاني، فهو الاستروجين بيبقى عنده نفس الافكت ده. فبيقول بس الافكت ده في الطبيعي في حياتنا كده مش بيبقى ملحوظ عند الفيميل، ولكن لما الفيميل دي بتبقى بريجننت بيبقى الافكت ده باين اكتر. وبعد كده بقى عندي بيقول لي عن البيزل ميتابوليك ريت، ان الاستروجين بيخلي البيزل ميتابوليك ريت ضعيفة، يعني مش البيزل ميتابوليك ريت عند الستات، يعني احنا بنقول دايما ان الحرق عند الرجالة بيبقى اكتر من الستات. طب ليه؟ علشان التستوستيرون بيساعد في الحرق عادي، انما الاستروجين ده بيعمل لها ويك ستيميليشن بتبقى تلت اللي بيعمله التستوستيرون. تمام كده. بعد كده بقى بيقول لي ميكانيزم اوف الاكشن اوف الاستروجين. بيقول لي عندي ان الاستروجين اصلا بتبقى الريسبتورز بتاعته موجوده على النيوكلير ميمبرين، على الميمبرين بتاع النيوكليوس اوف التارجت سيلز، لان احنا عندنا اصلا الاستروجين ده من الاستيرويد، فالاستيرويد دي يعني هي تعتبر دهون، فكده هتقدر تدخل السيل عادي وتعدي الفوسفوليبيد ميمبرين، فتقدر تدخل وتوصل لجوه، فبيبقى الريسبتور بتاعتها موجوده جوه السيل، بتبقى موجوده على النيوكليير ميمبرين. بقى في عندنا نوعين من الاستروجين ريسبتورز دول. اول حاجه في عندنا الالفا استروجين ريسبتورز، دي عندها ريسبتورز بتبقى موجوده في اليوترس والهارت والليفر والكدني. تمام. في عندي تاني حاجه ذا بيستا استروجين ريسبتورز، دي بتبقى ريسبتورز موجوده في الاوفرز والاورجنز التانيه بقى عادي. بيقول لي عندي ان الاستروجين الاكشن بتاعه بيشتغل ازاي، ان الاستروجين بيروح ياثر على الجين ويخليه ان هو يعمل بقى يدي ال mRNA المسج علشان يعمل بروتين معين، والبروتين ده بيروح يعمل الوظيفه بتاعته. بعد كده بقى معلش قبل ما ندخل على الاستروجين خلينا نرجع البروجستيرون، قبل ما ندخل على البروجستيرون نرجع على الاستروجين بسرعه. اول حاجه قلنا الاستروجين ان هو ده عباره عن كلمتين استرو يعني استرو وجين، استرو سايكل دي اللي هي من استرو سايكل وجينسس اللي هي الستارتنج او البيجيننج، ان هو ده معناه الهرمون اللي بيبدا من استرو سايكل. بيبقى السورس بتاعته اول حاجه الاوفري، لان احنا عندنا السيكا انترنا سيلف جروينج فوليكل والسيكا بتاعت اليوتاين سيلز بتطلع علينا الاندروجينز، الاندروجينز دي بتروح الجرانيولوزا سيلز اللي هي مطلعه لي الاروماتيز تحت تأثير ال FSH، فالأروماتيز ده يحول الأندروجينز بيحولهم للإستروجين. وبعد كده في عندنا في البلاسينتا لما بيحصل الحمل البلاسينتا ممكن تطلع لي إستروجين، وبعد كده في الأدرينال كورتكس اللي هي الزونا ريتيكولاريس ده ممكن بيطلع لي إستروجين برضه. الليفل بتاع الاستروجين ده بيختلف في الفيميل في الريبرودكتيف بيريوس في الديفرنت فيس على حسب الفيز اللي هي فيها ايه، بس البيك بتاعته بتبقى 200 بيكو جرام بير ملي ليتر قبل الاوفيوليشن على طول، وتاني بيك بس بتبقى اقل شويه دي بتبقى في الميدليوتال فيس. في الميل الاستروجين بيبقى من 12 ل 34 بيكو جرام بير ملي ليتر.
البلازما ترانسبورت، ان الاستروجين بيبقى ترانسبورت، ان هو بيبقى شايله البومين، وفي كميات قليله بيبقى شايلها الجلوبيولين، ولكن البايندنج ده بيبقى ضعيف، فسهل الاستروجين ان هو يتفصل من البروتين. وبعد كده بقى عندنا الميتابوليزم بتاع الاستروجين. احنا عندنا المسؤول عن الميتابوليزم بتاع الاستروجين هو الليفر، ان هو بيعمل له كونجيوجيشن مع الجلوكيرونايدز والصلفيت. حوالي خمس من الكونجيوجيتد استروجين ده بيخرج في البايل، ولكن الباقي كله بيخرج في اليورين. وان الليفر كمان ممكن يحول الاكتيف فورم بتاع الاستروجين اللي هو الاستراديول، ممكن يحوله الاستريول. الاستريول ده بيبقى ان اكتيف، فمش بيقوم بنفس الوظائف بتاعه الاستروجين. عندنا بقى الفانكشنز بتاعه الاستروجين. في عندنا اول حاجه اللي هي الفيمينين جي اف اكس، ان هو عندنا اول حاجه على البرايمري سكس اورجنز اللي هو الاوفرس، ان هو بيساعد في الجروس بتاعه البرايمري فوليكلز، وبيساعد في السكريتوري اكتيفيتي بتاعه السيكا سيلز. تاني حاجة على اليوترس بقى، ان هو بيعمل له انلارجمنت لدبل السايز بتاعه، بيزود السكنس بتاع الاندوميتريا. عشان يزود السكنس فهو محتاج يزود البلاد سبلاي. بيزود البلاد سبلاي ازاي؟ بان هو بيعمل بروليفريشن وبيعمل دايلاتيشن للبلاد فيزلز، بس هنا في المرحله دي يكون ستريت لسه. ان هو كمان بيعمل ديبوزيشن للجلايكوجين والفاتس، بيعمل كمان بروفيشن ودايليتيشن للاندوميتريال جلانس، عشان بعد كده تبقى تقدر تطلع السكريشنز في السكريتوري فيز. بعد كده ان هو بيزود الاكتيفيتي بتاعه اليوترين ماسل، فبيسهل ان هي تعمل الكونتراكشن، وبيخليها سنسيتيف تو الاوكسيتوسين. عندنا الفالوبيان تيوبس، ان هو برضو بيزود العدد بتاع السيليتد سيلز، وبيزود الاكتيفيتي بتاعه، بيعمل برضو بريفريشن للجلانس في الفالوبيان تيوبس، عشان يساعد في عملية ده كله. الحاجات اللي بيعملها دي عشان تساعد في عملية الفرتلايزيشن للأوفر. في السيرفيكس بيخلي السكريشنز بتاعتها بتبقى سمو الكالاين، بالذات اكتر حاجة في وقت الاوفيوليشن، عشان يساعد الاسبرنس ان هي تعدي. بعد كده بقى عندي بقى في الفاجينا، ان هو بيحاول الكيوبيدا الابيثيليوم في الفاجينا يحوله لستراتيفايد، فعشان كده بيبقى مور ريزيستنس resistant للتروما والانفكشن. ان هو بيزود اللايرز بتاعه الفاجينا، ان هو بيعمل بريفيشن للابيثيليوم، وبيخلي البي اتش بتاعه الفاجينا تبقى اسيدي. وعموما ان هو الاكسترنال جينيتاليا والبارس سولينس جلاند، ان هو بيزود الجروث بتاعها. بعد كده البريست، ان هو بيساعد في ان يحصل جروث للبريست، وان الدكتس بتاعه البريست ان هي تكبر، وبيعمل ديبوزيشن للفات فيه، وبيعمل بيجمنتيشن للاريولا، بالذات في وقت البريجننسي. على الهير قلنا ان هو بيعمل الفيمينين هير لاين، وان هو بيخلي البيوبيك هير يبقى موجود بالفيمينين باترن اللي هو الانفيرتد تريانجل، وبيكون فيه الاكزيلاري هير، ولكن ان هو بيقلل الفيس والبادي هير، او بيمنع ان هو يبقوا موجودين. السكين طبعا بيبقى سموث وسوفت، وبيزود الفاسكولاريتي للسكين، وبيخلي السبيشال سكريشنز تبقى ليس ريسك. اللارينكس قلنا ان هو مش بيعمل ستيميليشن للجروس بتاع اللارينكس او الفوكال كورتس، عشان كده هي بتبقى نفس ما بتبقى موجوده في البري بيوبرتي، فالصوت بتاع الفيميل عشان كده بيبقى هاي بيتش ساوند، اللي هو يعني بيبقى مسرسع كده. البادي كونفيجريشن، ان هو بيخلي البلفس واسع، وبيخلي الاوتليت بتاعه كبير، بيخليه في شكل راوندد او اوفر، وبيخلي الشولدرز ان هي بتبقى نارو، بتبقى نارو عن الميل، وبيعمل فات ديبوزيشن في اماكن معينه زي الباتوكس والبريست والصاي. بس في الويست اللي هو الويست يعني، ده بيبقى الديبوزيشن بتاع الفات اقل. البيهافير ان هو بيعمل اتراكشن، يخلي الفيمين ان هي تبقى اتراكتد للميل، بتنجذب للميلز. الايفكت بتاع البونز، ان هو بيزود الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي في البونز، وان هو بيعمل ايرلي فيوجن للابيفيسس مع الشافت، فعشان كده بيخلي ان الطول يبقى اقصر في الستات عموما عن في الرجاله. ولكن بعد المينوبوز طبعا الاستروجين بيبقى موجود بكميات قليله قوي، فعشان كده بيبقى الاوستيوبروسس موجود كتير، وبتبقى البونز عرضه اكتر للفراكتشرز. في الحاجات بقى على بقية جسمنا، ان هو بيعمل انابوليزم للبروتين، ولكن اقل من التستوستيرون. في الفات ميتابوليزم قلنا الديبوزيشن بتاع الفات في اماكن معينة، وان هو بيقلل الكوليسترول في الجسم، فعشان كده بتبقى نسبة الانسيدنس يعني بتاع الاثيروسكليروز ان هو
يحصل في الفيميل في اللي هي الريبرودكتيف بيريد بيبقى اقل من الميل، انما بعدها في البوست منوبوزال بيبقى عادي نسبته عاليه. ان هو ممكن بيبقى عنده برضو الدوستيرون لايك افكت، ان هو بيعمل صوديوم ووتر ريتينشن، والافكت ده بيظهر في البريجننسي اكتر، وان هو بيبقى بيخلي يعني البيزل ميتابوليك ريت بتبقى قليله. ان الميكانيزم بتاع الاكشن ان الاستروجين ريسبتور ستاتس بيبقى موجوده على النيوكليير ميمبرين، في ريسبتورز، في الفا ريسبتورز وبيتا ريسبتورز. الالفا ريسبتورز موجوده في اليوترس والليفر والهارت والكدني، البيتا استروجين بتبقى موجوده في الاوفري والتيشوس الثانيه. ان الاستروجين عندنا بيشتغل ان هو بيروح يأثر على الجين عشان يخليه يعمل بروتين معين، فيعني فيقوم بالوظيفه اللي انا عايزه اعملها. هنتكلم بقى عن البروجستيرون. اول حاجة ان احنا عندنا في البروجستيرون في عندنا بيتقسم لثلاث مقاطع. اول حاجة برو اللي هي بيفور، بعد كده جست اللي هي جستيشن اللي هو الحمل البريجننسي، بعد كده اون دي معناها اللي هي هرمون. هو بيقول الهرمون اللي بيبقى موجود قبل الحمل ده الهرمون اللي هو بيجهز للحمل. فبيقول لي بقى عندي السورس بتاع البروجستيرون. اول حاجة احنا كنا اتكلمنا عن البروجستيرون، قلنا ايه؟ قلنا ان هو في اليوتيل فيس، ان هو لما كان ال ال اتش بيأثر على السيكا والجرانيولوزا سيلز بعد ما بيتحولوا ليوتين سيلز، ان هم عشان يطلعوا البروجستيرون. فعشان كده بيقول لي بوث السيكا اند جرانيولوزا ليوتين سيلز اوف ذا كوربس ليوتين سيكريت لارج امونت اوف البروجستيرون ديورنج ذا ليوتيل فيس اوف الاوفريان سايكل. واحنا اصلا كنا قايلين اوريدي اهو ان الكوربس ليوتين بيطلع البروجستيرون، كنا قايلين سمول امونت اوف الاستروجين. وبعد كده جينا بعد كده قلنا ان هو لو ما حصلش حمل خلاص هيحصل له ديجنريشن، ولو فضل لو حصل حمل هيفضل اول 12 شهر من الحمل. فعشان كده بيقول لي ان هو بيطلعه كمان ديور 12 اسبوع معلش من الحمل during the first 3 months of pregnancy. وكنا قلنا لو حصل حمل ان هو هيفضل قاعد ال 12 اسبوع دول، وبعد كده تيجي البلاسينتا تاخد مكانه. فبيقول البلاسينتا secrete large amount of progesterone during the second and third semesters of pregnancy. عندنا بقى اخر حاجه برده نفس ما كنا قلناها في الاستروجين، كنا قايلين الادرينال كورتكس، قلنا الطبقه اللي جوه منها اللي هي الزونا ريتيكولاريس دي اللي هي بتطلع لي 6 هرمونز، ومن ضمن 6 هرمونز دي البروجستيرون. فبيقول الزونا ريتيكولاريس سيكريت سمول امونت اوف البروجستيرون. الليفل بقى بتاع البروجستيرون بيبقى ايه؟ برضو هو بيبقى فاريز ديورنج الديفرنت فيس في المنسترول سايكل، نفس الاستروجين برضو، بس بيقول ان هو في الفيلكر فيس بيبقى اقل حاجه، ولكن البيك بتاعت البروجستيرون بقى بتبقى في الميد ليوتيل فيز بعد ما بيتكون الكوربس ليوتيم، علشان هو بقى اللي بيفضل يطلع لي السيلز بتاعته اللي بتطلع لي البروجستيرون. تمام. البلاس ترانسبورت بقى بتاعه برضو بيبقى باوند للبلازما بروتينز وبرضو الالبومين والجلوبيولين لايك الاستروجين ده الاكتر، ولكن البروجستيرون بقى ممكن يبقى فيه سمول اماونت منه تبقى فري عادي، انما الاستروجين ما قلناش ان بيبقى فيه فري. تمام. وبعد كده بقى عندنا الميتابوليزم بقى. within few minutes after secretion the liver degrades almost all the progesterone into other steroids which don't have the progesterone effect. ان احنا عندنا بيقول ان بعد ما البروجستيرون بيطلع ان الليفر بيعمل بيكسره لميتابولايت تاني من برضو من المشتقات بتاعته، ولكن مش بيعمل نفس الاكتيفيتي بتاعه. فبيقول يعني ان الاند برودكت اللي بيطلع في الاخر بيبقى اسمه البريجنانديول، ده برضو بيبقى بيحصل له كونجيوجيشن مع الجلوكيرونيك اسيد وبيحصل له اكسكريشن في اليورين. الفانكشنز بقى بتاعت البروجستيرون، اهم حاجه فانكشن في البروجستيرون واللي هو بيطلع عشانها ان هو يجهز اليوترس علشان لما يحصل الحمل، وان هو يبقى قادر يستقبل الفيرتيلايزد اوفم وتبقى الاندوميتريوم كويسه كده قادره تشيلها، وعشان يحصل لاكتيشن في الاخر بعد الولاده. اول حاجه بقى فهو بيقول لي الافكتس اون ذا اكسسوري سكس اورجانز، هو البروجستيرون ملوش اي افكت على الاوفري زي الاستروجين، لا هو هيبدا على طول من اليوترس. اول حاجه بيقول لي ان البروجستيرون بيساعد في السكريتوري اكتيفيتي، ساعه لما كنا قلنا في السكريتوري فيز ان الدوميننت هرمون فيها البروجستيرون عشان دي اللي بيحصل فيها السكريشن، فهو بيقول لي ان هو بيساعد في السكريتوري اكتيفيتي بتاعه الاندوميتريوم during السكريتوري فيز اهي. Thus the uterus is prepared for implantation of the fertilized ovum. طب هو بقى بيعمل ده ازاي؟ اول حاجه ان هو بيزود الثيكنس بتاع الاندوميتريوم
هيزود السيكنس ده ازاي؟ بان هو بيزود عدد الخلايا تمام والحجم بتاعها بتاعت الاندوميتريال سيلز. بيقول لي ان انا عندي ان الاندوميتري ان هو بيزود السيكنس بتاع الاندوميتريا بيخليه من 3 مليمتر، يعني هي كان بيدخل السكريتري فيز الاندوميتريا من السيكنس بتاع 3 مليمتر، تروح توصل في اخر السكريتري فيز من 5 او 6 مليمتر، يعني هو بيزودها من 3 ل 6 مليمتر. وبعد كده ان هو بيزود السايز بتاع الجلانز، هنا بقى بتبقى مور تورشوس. كنا قايلين ان الاستروجين بيعمل لها بروليفريشن ودايليتيشن، هنا بقى بيزود السايز بتاع اليوترين جلانز ويخليها تورشوس. بيقول لي كمان ان هو بيساعد في السكريشن بتاع الجلاندز دي، لان احنا اصلا عايزين نقول ان هو في السكريتوري فيز وان هو بيساعد في السكريتوري اكتيفيتي، فهو بنقول ان هو بيساعد في ان هو يزود السكريشن بتاع اليوترين جلاند. برضه بيعمل ديبوزيشن للليبيد والجلايكوجين في الاسترومال سيلز اوف الاندوميتريوم، برضه احنا كنا قلنا دي في الاستروجين. بيقول لي كمان ان هو بيزود البلاد سبلاي للاندوميتريوم، ان هو برضه بيزود السايز بتاع الفيزلز وبيعمل لها فازو دايليتيشنز، وهنا بتكون بقى تورشوس تمام. بيقول لي بقى كنا هناك في الاستروجين كنا قلنا ان هو بيقلل الكونتراكشنز، بيزود الكونتراكشنز اقصد بتاعه اليوترين ماسلز، وان هي بتبقى سنسيتيف اكتر للاوكسيتوسين. انما هنا بيقول لي ان هو بيقلل الكونتراكشنز بتاعه اليوترس، عشان انا اصلا لا البروجستيرون بيبقى الهرمون الاكتر الموجود في الحمل، لو انا طول الحمل واليوترس قاعد يعمل عندي كونتراكشنز كونتراكشنز كونتراكشنز، طب ما هو كده الحمل مش هيكمل خلاص، والاوفا مش هعرف اعمل لها امبلانتيشن ولا هتبقى مستقره. فهو عشان كده بيقول ان هو بيقلل الكونتراكشنز بتاعه اليوترس اثناء الحمل. بعد كده بقى الافكت على الفالوبيان تيوبس، برضو البروجستيرون ان هو هيزود السكريتوري اكتيفيتي بتاعه الميكوزا في الميوكس في الفالوبيان تيوبس. بيقول لي بقى اصلا ان السكريشنز دي هو اصلا، طب ايه اهميتها بقى في الفالوبيان تيوب؟ ان هي مهمه عشان يحصل نيوتريشن للفيرتلايزد اوفم، للاوفم بعد ما بيحصل لها فيرتلايزيشن، ان السكريشنز دي هي اللي بتساعد ان يحصل لها نيوتريشن لحد ما توصل لليوترس بقى ويحصل لها امبلانتيشنز وكده. بعد كده بقى عن السيرفكس، اول حاجه ان هو بيعمل ريلاكسيشن للسيرفايكال ماسلز، بيخليها ريلاكسد خالص. كنا قلنا في الاستروجين ان هو بيخلي السيرفايكال سكريشنز بتبقى سن والكالاين، عشان يساعد ان هو وبالذات ان التشينسز دي بتبقى موجوده بالذات في وقت الاوفيوليشن، علشان وقت ما الاوفم هتكون طلعت خلاص فالسبرم يعرف يدخل ويعرف يعمل فيرتلايزيشن. هنا بقى العكس، بيقول لي هنا السكريشن اوف السيك اند الاسيتيك ميوكس، بيبقى سيك تخين وبيبقى اسيدك، فعشان كده السبرم مش هيعرف يعدي اصلا يدخل لليوترس ويروح للاوفم يعمل لها فيرتلايزيشن. اصلا في الوقت ده خلاص بنبقى تقريبا عدينا وقت الاوفيوليشن وخلاص الاوفم ما حصلهاش سواء حصل لها فيرتلايزيشن قبل كده او لو ما حصلهاش فما بقاش في اوفم اصلا ان هو يعمل لها فيرتلايزيشن. فبيقول لي اصلا ان الايفكت ده بتاعه كمان بيستخدم في الكونتراسبشن في منع الحمل. بعد كده بقى الافكت على الفاجينا، بيقول لي ان هو بيضاد الافكت بتاع الاستروجين. الاستروجين كنا قلنا ان هو بيعمل بروليفريشن للفاجينا لايرز، وان هو بيعمل بيزود الفاجينا لايرز، ان هو بيعمل بروليفريشن للابيثيليوم. فبيقول لي لا، هنا بيعمل سلافينج للسوبرفيشال سيلز، ان هو يخليها تنهار خالص، وبيعمل في سيك واسيديك ميوكوس. هو يبقى قلنا في السيرفكس بيبقى بيطلع سيك اسيديك ميوكوس، وبرده في الفاجينا اهو سيكيشن اوف سيك هايلي اسيديك ميوكوس. بعد كده بقى عندنا على الميموري جلاندز، احنا كنا قايلين اصلا في الاستروجين ان هو بيكبر البريست، كنا قايلين ان هو بيزود الدكتس بتاعته، ده كلها حاجات عشان تمهد لللاكتيشن في الاخر. فبيقول لي بقى وكنا بنعمل ان هو بيعمل بيجمنتيشن للاريولا، هنا بقى البروجستيرون ان هو بيساعد في الديفلوبمنت اوف الليبيولز اند الالفيولاي اوف الماماري جلاندز، ان هو بيعمل بريفليشن للالفيولار سيلز، ده كله عشان نوصل لللاكتيشن برضو في الاخر. بيعمل البريس ان هو يبقى سكريتوري في الطبيعه بتاعته، it causes the engorgement and the swelling of the breast by increased secretory activity and fluid accumulation in the subcutaneous tissue. ده حاجة بتحصل لما ال breast ان هو يكون ال secretions بتتجمع فيه ومش قادر يخرجها، فوقتها بيحصل ال swellings والكلام ده كله. بعد كده بقى على الحاجات التانية بقى غير بقى ال sexual organs. أول حاجة على الهايبوثالامس، البروجستيرون بيأثر على الهايبوثالامس ازاي؟
مش احنا كنا قايلين ان الكوربس ليوتيم لما بيطلع الاستروجين والبروجستيرون فكده خلاص ال LH وال FSH بيحصل لهم انهيبيشن، فعشان كده الكوربس ليوتيم بيحصل له ديجريديشن علشان ان هو ما فيش LH يساعد في وجوده. فهو ليه بقى حصل ده؟ اهو عشان البروجستيرون inhibits the release of ال LH from the hypothalamus through the feedback effect and thus prevents the ovulation. هو اصلا احنا ال ovulation بيحصل لما بيحصل ال LH surge، تمام؟ this effect is utilized for the contraceptive action. يعني ده برضه ممكن نستخدمه في ان هو يحصل contraception، انها عشان ما اخليش ال LH يحصل، اللي هي ال LH surge تحصل عشان ما يحصلش الاوفيوليشن، فانا ممكن افضل ادي بروجستيرون اصلا، يعني ما استناش لسه ان لما يحصل الاوفيوليشن والكوربس ليوتيمي كان والكلام ده كله، لا انا بدي بروجستيرون من الاول، فكده مش هيحصل الاوفيوليشن خالص ولا ال اتش هيطلع. تاني حاجه بقى الثرموجينيك افكت. احنا كنا برده قلنا في المره اللي فاتت من العلامات اللي تقول لي ان انا حصل الاوفيوليشن ان البروجستيرون لما بيطلع ان هو بيزود البيزل بودي تمبريتشر. فهو هو هنا بقى بيقول لي the progesterone increase the body temperature after the ovulation، بقيس ال temperature بتاعة الجسم بعد ال ovulation بلاقيها زي بلاقيها زاد نص درجة أو درجة، مش بتزيد كتير يعني. بيقول لي هي بتزيد ازاي؟ سواء عن طريق ال ان ال progesterone بيأثر على ال heat regulating centers أصلا في ال hypothalamus، يا اما هو بيساعد الثيرويد هرمونز اللي هي ان هي تقوم بالاكتيفيتي بتاعها. مش احنا قايلين اصلا ان الثيرويد ان هو بيساعد في الميتابوليزم والكلام ده كله، وان هو بيزود حرارة الجسم وكده، فهو بيساعد الثيرويد الثيروكسين يعني ان هو يقوم بالوظيفة بتاعته دي. وبعد كده بقى بيقولي الافكت اون الريسبيريشن، احط لكم بس صورة رئة هنا عشان تفتكروا بس الريسبيريشن، انما هو مش بيأثر على الرئة. بيقولي ان هو بيعمل استيميليشن للريسبيراتوري سنترز وبيزود الفنتيليشن، فعشان كده بيقولي ان البارشال بريشر بتاع الكربون دايوكسيد في الالفيولاي في اليوتيل فيس عشان الاستروجين بيكون طالع كتير بيكون قليل، وفي وقت البريجنانسي كمان عشان البروجستيرون برضو بيبقى طالع كتير. انا قاعده بزود التنفس وقاعده بزود الفنتيليشن، فكده البارشال بريشر بتاع الكربون دايوكسيد بيبقى قليل. بعد كده بقى عندنا حالة الالكترولايت بالانس بقى. برضو البروجستيرون برضو هو نفس حوار الالدوستيرون لايك افكت، ان هو بيعمل برضو ري ابسوربشن للصوديوم والووتر فروم الرينال تيوبيولز، ولكن بيقول لي ان انا ممكن البروجستيرون لما بيزيد في الجسم قوي ان هو ممكن يعمل العكس، يعني يعمل اكشن ضد اللي كان الاكشن بيعمله، ان هو بيعمل اكسكريشن للصوديوم والووتر. طب هو بيعمل اكسكريشن للصوديوم والووتر ازاي؟ لان هو بيعمل بيمسك في الريسبتورز اللي كان الالدوستيرون بيمسك فيها، فعلشان كده خلاص يعني الالدوستيرون مش عارف يقوم بالافكت بتاعه، فيقوم خلاص كده مش هيحصل صوديوم ووتر ريتينشن، انا الحاجه اللي كانت بتعملي صوديوم ووتر ريتينشن ما بقتش موجوده، فخلاص انا هعمل لهم ليه؟ فبقوم مخرجهم عادي مع بقيه الحاجات اللي بتخرج. بعد كده بقى عندي على البيهيفير، عندي البروجستيرون ان هو بيعمل ستيميليشن للابيتايت، بيزود الشهيه، وكمان ان هو بيساعد في ان الماترنال بيهيفير ده اللي هو شعور الامومه. فهو الحاجة اللي بتخلي الست ان هي بتحس بشعور الأمومة وان هي بتحب ابنها وخايفة عليه والكلام ده كله هو البروجستيرون اللي مسؤول عنها. بيقول لي بقى المود بتاع الاكشن بتاع البروجستيرون. اول حاجة ان الريسبتورز بتاعة البروجستيرون بتبقى موجودة برضو على النيوكلي ممبرين، نفس ما قلنا حوار الاستيرويد هرمون ان هي بتعرف تعدي، فالريسبتورز بتاعتها بتبقى موجودة جوه. يبقى برضو في برضو تو تايبس من الريسبتورز، الالفا والبيتا ريسبتورز نفس الاستروجين بالظبط، بس بيقول لي هناك كنا احنا عارفين الاماكن بتاعتهم، انما هنا احنا مش عارفين الاماكن بتاعت الريسبتورز دي كل واحد فيهم موجود فين بالظبط. ولكن بيقول لي ان البروجستيرون هو نفس الاستروجين، ان هو بيقوم بنفس الوظيفه بتاعته عن طريق ان هو بيروح يأثر على الجين ويخلي الجين يعمل بروتين سينثيسيس، وبعد كده ان هو البروتين ده هو اللي بيعمل الوظيفه اللي المفروض الهرمون يعني عايز يعملها. نراجع بقى على البروجستيرون كده مرة. أول حاجة البروجستيرون بيتقسم لثلاث مقاطع، برو اللي هي قبل الجست اللي هي جستيشن بريجنانسي، وان اللي هي هرمون ان هو الهرمون اللي بيجهز للحمل. السورس بتاع البروجستيرون هو بيطلع من الأوفري سواء من اليوتين سيلز اللي هي السيكا والجرانيولوزا بتاعة الكوربس ليوتيم في اليوتيل فيز، يا اما في أول 3 شهور من الحمل. وبعد كده عندنا في البلاسنتا،
ان هي بتطلعه في السكند والثيرد تريمسترز، وفي في الادرينال كورتكس اللي هي الزونا ريتيكولاريس. الليفل بتاع البروجستيرون برضو بيختلف في الديفرنت فيز من المنسترول سايكل. البيك بتاعته بتبقى في الميديوتيل فيز، ولكن في الفوليكولار فيز بيبقى قليل. البلاد ترانسبورت الاكتر بيبقى ترانسبورت ان هو محمول على بروتين سواء الالبومين او الجلوبيرين، والفري بروجستيرون ده بيبقى كميه قليله قوي. الميتابوليزم برضو في الليفر ان هو بيكسره عشان يطلع لي البريجنان ديول اللي هو بيحصل له كونجيوجيشن مع الجلوكيرونيك اسيد، بيحصل له اكسكريشن في اليورين. الفانكشنز بقى بتاعت البروجستيرون، اهم حاجه في الفانكشنز بتاعت البروجستيرون ان هو يبقى ان هو يزود عندنا السكريشنز اللي هو السكريتوري اكتيفيتي، عشان يطل يعمل لي في الاخر ان هو اليوترس يبقى بريبيرد فور الامبلانتيشن بتاع الفيرتلايزد اوفم والبريجنانسي. تمام. فبيقول لي على الاوفري ان هو بيزود الاندوميتريال سيكنس من 3 مليمتر ل 6 مليمتر، ان هو بيزود السايز اوف اليوترين جلاندز وبيخليها تورشوس، وبيزود السكريشنز بتاعتها، بيعمل ديبوزيشن للليبيد والجلايكوشن، ان هو بيزود البلاد سبلاي للاندوميتريوم، ان هو بيقلل الكونتراكشنز بتاعت اليوترس. على الفالوبيان تيوس برضه ان هو بيزود السكريشنز بتاعتها علشان تساعد في النيوتريشن بتاع الفيرتلايزد اوفا. على السيرفكس ان هو بيعمل ريلاكسيشنز للمسلز بتاعت السيرفكس، وبيخلي الميوكس بيبقى سيك واسيدك، فعشان كده السبرم مش بيعدي. على الفاجينا ان هو انتاجونايز بيضد الافكت بتاع الاستروجين، وان هو برضه بيعمل لي الميوكس بيبقى اسيدك وسيك. في الميموري جلاندز ان هو بيعمل ديفلوبمنت للبيولز والالفيولاي، وان هو بيساعد في السكريتوري اكتيفيتي بتاع البريست. على الحاجات بقى التانية، في الهايبوثالاموس ان هو بيعمل انهيبيشن لل اتش سكريشن من الهايبوثالاموس، فعشان كده بيعمل بريفنت للاوفيوليشن. وده بيستخدم في الكونتراسبشن في الثيرموجينيك افكت، ان هو اصلا بيزود البادي تمبريتشر، سواء ان هو بيأثر على الهيت ريجيليتنج سنتر او بيساعد الثيرويد هرمون ان هي بتقوم بالوظيفة بتاعتها. الافكت على الريسبيريشن ان هو بيأثر على الريسبيراتوري سنترز، وبيزود الفنتيليشن، وبيقلل البارشال بريشر بتاع الكربون دايوكسيد. ان في على الالكترولايت بالانس ان هو بيعمل ابسوربشن للصوديوم والووتر، ولكن هو لما بيبقى موجود بكميه كبيره بيمسك في الريسبتورز بتاعه الالدوستيرون، فبيعمل اكسكريشن للصوديوم والووتر. على البيهيفير ان هو بيزود الشهيه، وبيساعد في وجود الماترنال بيهيفير اللي هو تصرفات الامومه دي. الميكانيزم بتاعه الاكشن ان هو عنده برضو تو ريسبتورز الالفا والبيتا، بس مكانهم مش معروف برضو ان هو بيأثر على الجين علشان يشتغل. بعد كده بقى عندنا تلات هرمون بقى هنا، بس احنا كده خلصنا الفيميل سكس هرمونز اللي هما الاستروجين والبروجستيرون. هنتكلم بقى عن الريلاكسين. الريلاكسين ده اللي هو عندنا بيبتايد هرمون، ده بيتكون ان هو الكوربس ليوتيم هو اللي بيطلعه، ماشي تمام، والبلاسينتا برضو بتطلع منه في الحمل. بيقول لي بقى الاكشنز اوف الريلاكسين. اول حاجه ان هو بيعمل لي ريلاكسيشن اللي هي الاربطه بتاعه البلفس والسيمسس بيوبس عشان لما الست تيجي تولد. بيعمل ريلاكسيشن لليوترس، بيعمل بيخلي السيرفكس توسع اثناء الولاده. ان هو مع الاستروجين والبروجستيرون بيساعد في نمو الماماري جلاندز بتاعه البريست. بعد كده بقى هنتكلم عن الهرمونال كنترول اوف الاوفريان فانكشنز. الاوفريان فانكشنز بقى ايه اللي بيتحكم فيها؟ اول حاجه في عندنا احنا عندنا الهايبوثالاموس بتطلع الجونادوتروبين ريليزنج هرمون. الجونادوتروبين ريليزنج هرمون دي بتروح تاثر على البيتوتري، تخليها تطلع الاف اس اتش والال اتش، والحاجات دي تروح بقى تاثر على الاوفري، فيطلع عندنا الاستروجين والبروجستيرون باول كل اللفه اللي احنا قلناها اللي فاتت دي. تمام. في عندنا بقى اهو بيقول الهايبوثالاميك ليفل، بيقول ذا بالستاير ريليز اوف ذا جي ان RH from the hypothalamus which reaches the pituitary gland through the hypothalamo hypophysial portal circulation. ان هو بتطلع الهايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركيليشن، دي اللي هي البلاد فيزلز اللي بتربط ما بين الهايبوثالاموس والبيتوتري. فالهايبوثالاموس بتطلع الجونادوتروبين ريليزنج هرمون عشان تروح تأثر على البيتوتري، وبعد كده على البيتوتري ليفل ذا جونادوتروبين ريليزنج هرمون ستيميوليت السكريشن اوف الاف اس اتش اند ال اتش فروم ذا سيم سيل اوف الانتيريور بيتوتري بات نوت نيسيسيرلي ان ايكوال اماونتس. ان هي بتروح تأثر على البيتوتري، تخليها على الانتيريور بيتوتري، ان هي تطلع الاف اس اتش والال اتش، ولكن مش لازم تطلعهم بنفس الكميه. بعد كده بقى على الاوفري،
بيقول لي بقى ايه the FSH receptors are present on the membranes of granulosa cells of the ovarian follicle، ان هي الريسبتورز بتاعه ال FSH موجوده على الممبرين بتاع الجرانيولوزا سيلز في الاوفريان فوليكلز. تمام. وبعد كده بيقول لي ان هو بعد ما الاف اس اتش بيمسك في الريسبتورز دي بيشتغل عن طريق حاجه اسمها سايكليك اي ام بي، اللي هو يعني سايكليك اي ام بي ده حاجه بتبقى موجوده جوه الخليه لما الاف اس اتش بيمسك في الريسبتورز بتاعته، ان هو السايكليك اي ام بي ده هو اللي بيقوم بالوظيفه بتاعته. يعني هو ماشي، احنا كنا قايلين ان الاستروجين والبروجستيرون بيأثروا على الجين عشان يعملوا بروتين، البروتين ده بيعمل الوظيفة، هو بقى السايكليك ام بي ده هو اللي بيعمل الوظيفة. بيعمل بقى ايه؟ ستيمولييت ذا جرانيولوزا سيلز تو سكريت. اول حاجة الانهبين هرمون، الانهبين هرمون ده اللي احنا كنا قلناه المرة اللي فاتت في اليوتيل فيز ان هو بيعمل انهبيشن للسكريشن بتاع الاف اس اتش. تاني حاجة عندنا الاروماتيز انزيم، الاروماتيز انزيم اللي احنا قلنا اللي هو بيحول الاندروجين للاستروجين، ساعد برضو في وقت اليوتيال فيز اهو بيقول الاروماتيز انزيم which forms الاستروجين from الاندروجين which diffuse to the granulosa cells from سيكا cells، اللي هي الاندروجين يعني اللي راحت للجرانيولوزا cells from سيكا cells، لان السيكا cells هي اللي بتطلع عندنا الاندروجين. وبعد كده عندنا بقى ايه ال LH. اول حاجه بيقول لي ان ال LH ريسبتورز برضو موجوده على الجرانيولوزا والسيكا سيلز، انما هنا كنا قايلين ال FSH موجوده على الجرانيولوزا سيلز، عشان كده في اليوتيال فيس المره اللي فاتت كنا قايلين ان ال FSH بيأثر على الجرانيولوزا بس، انما ال LH بيأثر على الاثنين. after binding with the receptors the LH acts via cyclic AMP to produce the following effects. عشان يطلع بقى الافكتس دي، اول حاجه ان ال LH بيساعد في اليوتنايزيشنز بتاعه السيلز اوف ذا رابتشرد فوليكل جرافيوم فوليكل تو فورم كولبريس ليوتين، دي احنا شرحناها بالتفصيل المره اللي فاتت. وان ال LH ستيموليت ذا كوربس تو سيكريت لارج اماونت اوف البروجستيرون من الجرانيولوزا والسيكا سيلز، وال LH ستيموليت السكريشن اوف سمول اماونت اوف الاندروجينز فروم السيكا سيلز. دول احنا شرحناهم في اليوتيل فيس المره اللي فاتت، قلنا لما الجرافين فولكن بيحصل لها رابتشر ال ال اتش بيخلي الجرانيولوزا والسيكا سيلز اللي موجوده دول ان هم يتحولوا لليوتين سيلز في عمليه اليوتينايزيشن عشان يكون لي الكوربس ليوتين، وكان بيخلي السيكا سيلز تطلع لي اندروجينز وبروجستيرون، والجرانيولوزا سيلز تطلع لي بروجستيرون. وبعد كده في اللي هي الحته دي كان ال اتش اس لما قلنا الحاجات دول بتاعت فهو هو بيقول لي وبعد ال اتش ستيمولييت ذا كوربس تو سيكريت لارج امونت اوف البروجستيرون، وبعدها اللي هي ان هما بيطلعوا لي الاندروجينز فروم السيكا سيلز. بعد كده بقى عندنا اخر حاجه بقى ذا فيدباك افكتس اوف الاوفريان هرمون اون الجوناتروبين. احنا كنا ده كله بنتكلم يعني ان هي جوناتروبين طلعت راحت للبتويتري راحت للاوفري عشان تطلع لنا الهرمونات التانية. طب الهرمونات التانية دي لما بتطلع ايه اللي بيحصل؟ قال لي بقى اول حاجه الاستروجين اللو تو ذا مودريت ليفلز اوف الاستروجين اللي هو الليفل القليل ده بيقول لي decrease the secretion of the gonadotropin releasing hormone and gonadotropin mainly ال FSH by negative feedback inhibition of both the hypothalamus and the anterior pituitary. مش احنا كنا قايلين المره اللي فاتت ان الاستروجين في اي وقت بيعمل فيدباك انهيبيشن على الجونادوتروبين ريليزنج هرمون، انما ما عدا في حاله واحده قلنا لما في اللي هي بتاعه الاوفيوليشن ساعه ان هو الليفل الكبير بتاع الاستروجين لما الاستروجين بيبقى في البيك بتاعته ان هو بيعمل لي ال LH سيرج، فهو ده اللي بيقوله. بعد كده بيقول بقى ايه the high levels of الاستروجين cause the positive feedback stimulation of the hypothalamic secretions of the gonadotropin releasing hormone and hence ال LH and ال FSH increase mainly ال LH، اكتر حاجة هي بتزيد this occurs in the late follicular phase leading to ال LH surge and the ovulation. بعد كده بقى البروجستيرون، البروجستيرون لسه الافكت اللي احنا كنا قاعدين نقوله اللي هو اهو الحته بتاعت الهايبوثالاموس اهي ذا بروجستيرون انهبيت ذا ريليس اوف ال ال اتش فروم ذا هايبوثالاموس، اهي ات انهبيت ذا ريليس اوف ال ال اتش فروم ذا انتيريور بيتويتري باي نيجاتيف فيدباك افكت. بعد كده عندنا الانهبين، الانهبين بقى كوز ذا نيجاتيف فيدباك انهبيشن اوف ال اف اس اتش، ساعه لما قلنا ان ال اف اس اتش في برضه في اليوتيل فيز بيخلي الجرانيولوزا سيلز تطلع الانهبين علشان مش معلش هو عموما بيساعد في السكيشن بتاع الانهبين.
علشان بتعمل كده نيجاتيف فيدباك انهيبيشن للاف اس اتش، فهو كوز نيجاتيف فيدباك انهيبيشن اوف الاف اس اتش سكريتوري باي دايركت افكت اون الانتيريور بيتويتري جلاند، ما هو بيخلي الجرانيولوزا تطلع الانهيبين. فعشان كده بيعمل الانهيبين ده بيعمل انهيبيشن للسكريشن بتاع الاف اس اتش. بعد كده عندنا الاكتيفين ات ستيمولييت ذا سكريشن اوف الاف اس اتش باي دايركت افكت اون الانتيريور بيتويتري جلاند. الاكتيفين ده بيعمل بقى ستيمولييشن، يبقى الانهيبين بيعمل انهيبيت واكتيفين اللي هو اكتيف يعني ستيمولييت السكريشن. خلاص كده المحاضرة خلصت، نراجع بس عليها مراجعة سريعة. اول حاجه الاستروجينيك فانكشنز اوف الاوفري، انا معلش تقريبا هنا في الحته دي قلت في الاول ان كل هرمون دي ستيرويدز، لا مش كلهم ستيرويدز يعني. اول حاجه عندنا الفيميل سكس هرمونز، في عندنا الاستروجين والبروجستيرون، في عندنا الاذر هرمونز، في عندنا شبه الانهيبين والاكتيفين والريلاكسين وسمول كونتس اوف الاندروجينز. الاستروجين ده بيتكون من مقطعين اللي هو الاستروس منسترال وجينسيس اللي هي الستارتنج او البيجينينج، هو الهرمون اللي بيبدا المنسترال سايكل. الاستروجين بيطلع عندنا من ثلاث اماكن، الاوفري والبلاسنتا والادرينال كورتكس. الليفل بتاعه بيختلف في الفيميل في المراحل المختلفه، البيك بتاعته في الفوليكولار فيز، وفي الميد ليوتيل فيز بيبقى البيك اقل، وبيبقى موجود برضه في الادلت ميز. بيتنقل مينلي بالبلازما بروتينز اللي هو الالبومين وممكن شويه على الجلوبيولين. الميتابوليزم بتاعه بيحصل في الليفر، الفانكشن بتاعه ان هو بيزود الجروث بتاع الاوفريان فوليكلز، ان هو بيزود السكريتوري اكتيفيتي بتاعه السيكا سيلز، بيأثر على اليوترس ان هو بيزود حجم اليوترس، بيزود الثيكنس بتاع الاندوميتريا، بيزود البلاد سبلاي عشان بيعمل دايليتيشن للبلاد فيزلز، بيعمل ديبوزيشن للجلايكوجين والفات، بيعمل دايليتيشن بروفيشن للاندوميتريال جلاندز اللي هو بيزود الكونتراكشنز بتاعه اليوترين ماسلز. الفالوبيان تيوس بيزود السيليا وبيزود الاكتيفيتي بتاعتها، وبيعمل برضو بروليفريشن للجلاندولار تيشو. في السيرفكس بيخلي سكريشن سن والكالين، الفاجينا ان هو بيعمل لها بروليفريشن ويخلي ويحول الكيوبيدا الاستراتيفايد ابسيليا، وبيقلل البي اتش عشان تبقى اسيدك. في البارسلين جلانس اند الاكسترنال جينيتاليا بيساعد في الجروس بتاعها. في البريست ان هو بيساعد في الجروس بتاع البريست والدكتس بتاعته، بيعمل ديبوزيشن للفات، بيعمل بيجمنتيشن للاريولا. في السكندري سكس كارترز بيأثر على الهير بقى، الحاجات المختلفة بتاعته السكال والبيبك والاكزيلاري البادي هير والبادي هير كمان يعني، والسكين بيخليه سموث وبيزود الفاسكولاريتي بتاعته. اللارينكس ان هو مش بيعمل لها حاجه، فعشان كده بتفضل نفس البري بيوبرتال ستيج. البادي كونفيجريشن ان هو بيخلي البلفس واسع والشولدرز ضيقه، وان هو بيعمل ديبوزيشن للفات. البيهافير ان هو بيعمل يخلي الفيميل تبقى اتراكتد للميل. الافكت بتاع البونز اللي هو بيزود الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي، بيعمل ايرلي فيوجن، ولما بنوقف المينوبوز بيبقى الاوستيوبروزيس كتير. هالحاجات بقى العادية، أول حاجة إن هو بيبقى عنده بروتين أنابوليك إفكت بس أقل من التستستيرون. قلنا الفات إن هو بيعمل فات ديبوزيشن وبيقلل الكوليسترول، بيعمل صوديوم ووتر ريتينشن، وبيقلل بيبقى عليه يعني بيعمل ويك ستيميليشن للبي إم آر. الاستروجين الريسيتور بتاعته موجودة على النيوكليار ممبرين، بيبقى فيه الألفا والبيتا، وبيشتغل على الجينز. بعد كده البروجستيرون بيتكون من ثلاث مقاطع، برو وجست وأون، معناها الهرمون اللي بيجهز للحمل، ليه ثلاثة سورسز الأوفري والبلاسنتا والأدرينال كورتكس. الليفلز بتاعته برضو بتختلف، في الميدليوتيل فيز بيبقى البيك، الفليكلر بيبقى قليل، البلاد ترانسبورت أغلبه بيبقى بايند للبروتينز بس الفري بيبقى قليل. برضو الميتابوليزم بيحصل في الليفر. الفانكشنز بتاعته ان هو بيجهز الاندومتريوم للحمل، عشان كده بيزود الثيكنس بتاع الاندومتريوم، بيزود الجلانس بيخليها تورشوس، بيزود السكريشنز برضو، بيعمل ديبوزيشن للليبيد والجلايكوجين، بيزود البلاد سبلاي، بيقلل الكونتراكشنز في الحمل. في الفالوبيان تيوب بيزود السكريشن، في السيرفكس بيعمل لها ريلاكسيشن، بيعمل سيك اسيديك ميوكس. في الفاجينا ان هو بيضاد الاستروجين وبيعمل برضو سيك هايلي اسيديك ميوكس. في الماماري جلاند ان هو بيزود الديفلوبمنت بتاعت اللوبيولز والالفيولول، وبيخلي البريست يبقى سكريتوري، وممكن بيعمل سويلنج وانجورجمنت. على الهايبوثالامس ان هو بيمنع ال LH. في الثيرموجينيك افكت بيزود البادي تمبريتشر، بيزود الريسبيريشن والفنتريشن، بيعمل صوديوم ووتر ري ابسوربشن بس لو ممكن، لو كتير هيعمل اكسكريشن.
على البيهافير، ان هو بيعمل ستيميليشن للابيتايت، وان هو بيساعد في الماترنال بيهافير. برضو الميكانيزم اوف الاكشن قلنا في الفا وبيتا، مكانهم مش واضح كويس، بس ان هو بيشتغل برضو زي الاستروجين على الجينز. الريلاكسين هرمون ده بيطلع من الكوربس ليوتيم والبلاسينتا. الريلاكسين ده بيعمل ريلاكسيشن للبلفيك ليجامنتس والسيمسس بيوبس ولليوترس والسيرفكس، برضو بيعمل لها دايليتيشن اثناء الولاده، وان هو بيساعد في الجروث بتاع الماماري جلاندز في البريست مع الاستروجين والبروجستيرون. بعد كده نتكلم على الكنترول. اول حاجه الهايبوثالاموس، بتطلع الجي ان ار اتش من الهايبوثالاموس بتروح للبيتوتري عشان تطلع الاف اس اتش والال اتش. وبعد كده عندنا بقى الاف اس اتش هيبدا يشتغل بقى في الاوفري والال اتش بالحاجات بتاعته كلها، اصلا حاجات احنا يعتبر قايلينها قبل كده. والفيدباك ان الاستروجين لما بيبقى قليل بيعمل بيقلل السكريشن، لما بيبقى كتير بيعمل بوست فيدباك بالذات قبل الاوفيوليشن. البروجستيرون ان هو بيمنع ال اتش، الانهبين بيزود الاف اس اتش، والاكتيفين بيقلل الاف اس اتش. يا رب ان شاء الله تكونوا فهمتوا واستفدتوا من المحاضره. دي كان جدول محطوط في الداتا بتاعه المحاضره، ان هو بيقارن ما بين المين والفيميل ريبرودكتيف سيستم، لو حابين تشوفوه يعني قلت احطه لكم عشان ما يبقاش في حاجه في الداتا زياده. اللهم إني أستودعك وما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده لي أنت حاجتي إلي، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لو في أي حاجة مش فاهمينها في المحاضرة أو كده ممكن تبعتوا تسألوا وأنا هرد عليكم إن شاء الله.